ما يقال عند نزول المطر؟ يبدو أن الجو سيمطر اليوم. أتمنى ألا يفعلها قبل أن أصل إلى البيت. يبدو أننا سنضطر لاستعمال المظلات. أنا لا أفهم ما فائدة هذا المطر، إنه يعيقنا عن السير ويسبب لنا المشاكل. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وهل ترين نزول المطر نعمة أيتها المظلة؟ ألا يسبب لك التعب أنت أيضا؟ لا، علينا أن نشكر الله تعالى على نعمة المطر. معك حق يا صديقتنا، بل أكون سعيدة به، فهو من فضل الله ورحمته، ينبت به الزرع والنخيل والزهور، وتصبح الأرض مخضرة. ما شاء الله. كما أن وقت نزول المطر وقت يستجاب فيه الدعاء. اللهم إنا نسألك الجنة. آمين يا رب. إذن أخبريني أيتها الصديقة ماذا أقول عندما أرى المطر. قل: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فما الآكام وما الذراب؟ الآكام جمع أكمة وهي التل، والذراب جمع ضرب وهو الجبل الصغير. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. وفي حديث عن أنس رضي الله عنه: دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس.